هيلو هيلو، كنتمنى تكونوا مزيان وعلى احسن ما يرام وكلشي بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد فلاشين ديال زين بصنيجي. اليوم كما كتشوفوا من عنوان الفيديو انا صايمه في المود الجوع. شوفوا نقول لكم واحد الحاجه من دابا، ما تديوش على شهوتي، انا شهوتي غريبه، كتجيني الشهوه في الفطور على شي حوايج جو بونس كو الناس ما عندهمش الشهوه عليهم. دونك اليوم غادي نصاوب معكم، نوريكم شنو غادي نصاوب الفطور ديالي، وبيان سور الفيديو ماشي بوحدي، انا واختي هادشي اللي كاين. نخليكم مع داك جاتكم الفولار ديالي، هذه ديال جداتي كتعجبني بزاف. قلت كنت غادي نلبس حوايج ولا قلت بلاتي انا غنكون في الكوزينه، علاش غادي نلبس حوايج ديال الزنقه وداكشي، ندير لهم مود ديال الكوزينه نيت جديده وقشيش با وداكشي وداكشي. الوغ اول حاجه تشهيتها هي سباغيتي بصوص بلونش، كتجي بنينه 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 وسهله بزاف. شنو نحتاج فيها؟ غادي نحتاج فيها هاد المشرومز هادو، الفطر اللي هو شامبينيون، شامبينيون هاد لا مارك كتعجبني، كيجي فيها مكمول عاد كتقطعيه تويما توما. غادي ناخذ غير ثلاثه ديال الصوص ديال التومه وبيان سور سباغيتي، وغادي نحتاج طلادان حتى نوريكم كيفاش غادي نقطعو. غادي ما نقطعوش مربعات، غادي نقطعو بالطول حيت غادي ندير سباغيتي، ما غاديش ندير لي بات. يمكنكم ديروا لي بات الا كانوا عندكم لي بات، ما عندكمش سباغيتي يمكنكم ديروا لي بات، زعما يمكنكم اي نوع ديال المعجنات كيعجبكم ديروه. صورت الايفون هنا يا سيدي، عندنا لالا غيزلان قطعنا لا داند، غادي نقطعو لا داند هكا طويل، وما غاديش نخليها الطول كامل، غير تقسم هكا هكا نتو في العرض هكا صافي. هادشي اللي كاين سهله مهله. دونك انا عندي هنا ربعه ديال 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 الفصوص ديال الثومه، وغادي نحكهم في الحكاكه. الوغ اول حاجه كنبدا بها كندير الثومه تقلى، ابخي غادي نزيد عليها الماشروم، وابخي غادي نزيد عليها لا داند. زدنا مليحه وبزاف ولا داند وغادي نخلطو صافي. هادشي اللي كديري في التعميره لاباس، كديري مليحه وبزاف ولا داند والثومه والمشروم ولا داند، هادشي اللي كاين صافي. نخلطهم وخليهم يتقلاو. انا نسلق السباغيتي ديالي. شوفوا انا كيعجبني السباغيتي ما تسلقش بزاف، ما تحتاجش تجي معجنه، نخليها شويه شويه قاصحه شويه واحد النقيطه. وهنا عندي فرماج غافي، هذا ادام فرماج حمر، ومن الاحسن الى كان عندكم بارميجان كيجي واعر، كيجي احسن فرماج حمر بزاف. قولي شكون كتعجبو هاد جل الحاجه كتقلى، انا كتعجبني ما عرفتش علاش. تخيلوا البنات وانا مازال ما كليتش، مازال ما ساليتش ومازال ما كليتش ومازال ما ساليت حتى حاجه، نطلع بزاف نكمل. انا هنا درت جوج معالق كبار ديال الزبده، مي انا بديت بغيت نقول لكم بلي انا راه دايره الكونتيتي كبيره ديال حيت بينا بزاف. دونك هذا الثمن ديال لتر ديال الحليب، ديروا نتوما غير نص ديال هادشي اللي غادي نعطيكم، وغادي نزيد فوق منه اربعه المعالق ديال الطحين كبار ولتر ديال الحليب. ها نتوما كيجي، وغادي نزيد فوق منه الحليب حيت راني كنصور بيض وكنخلط بيض جوكم، ما كيصلحليش نوريكم كل مره كنزيد. دونك دابا غير غادي تزيد لي الحليب وكنحرك. خام مرة كيبان كمية كبيرة بزاف د الحليب، ماشي حتى لهاد الدرجة، مي إلا بحال هنا دايرو شي 5 لتر د الحليب. شوفو يطرو د الحليب مع داكشي، و إلا كنتو غديرو كمية قليلة ديرو النص. غنبقى كنخلط على ما تبدا تقال، إلا شتا ما تقالتش غادي نزيد شوية ديال الطحين، بإمكانكم تزيدو شوية ديال الطحين وتخلطو دغيا باش ما يتكورلكمش، وصافي هادشي اللي كاين. ومليحة وبزار خلاص الملحه ما نقولكمش شحال، حيت كل واحد على حسب الذوق ديالو، كاينين كتعجبو الملحه بزاف، كاينين ما كتعجبوش الملحه، على حسب ذوقكم ديروا ذوقو. فوالا غادي نزيدو دابا بزاف ونحركو شويه، بدات تعقد ليا شويه بدات تعقد صافي، وبقاو تحركو ما تحداو ما تهداوش من التحراك، تحركو حتى تحسو بها تقعد. فوالا هانتوما كي جات شتو كتجي دقيقه شويه، وغادي نزيد فوق منها هادشي اللي درت هنا. شوفو حتى كملت الفيديو حيت راني غير بيد وحده، راه فريمون معجبه سيبو وخلطو. شوف نفس الكوكوط اللي غادي تخلطو لي بات فيها، ديرو لا داند وهادشي كلشي ديرو فيها بلا ما تبقاو ديرو معن بزاف.
هزت 7 ديال الفرماج ديال مثلث جنة باش كيغي العاديين، هزت 7 خلينا 7 المهم على حسب مذاقكم وشوف وصافي. زعما انا هادي التان راه صراحه هاد الله نورمالمون ما كيديروهاش، مي كتبنن لاصوص بزاف وغادي نخلطو عاد هاد الزبلافات. هنا اخر حاجه فرماج، هزنا اخر حاجه فرماج احمر، هادشي راه بان لي ثقال بزاف وغادي نزيد فوق منو لاباط وهادشي اللي كاين. اكثر حاجه متحمسه ليها هي الكوردون بلو، كوردون بلو صوبته اختي في الدار كيجي بنين. انا ديجا ذقته مره ديال مرتين داكشي متحمسه له. غادي نخلي لكم لاشين ديال اختي غيزلان في الديسكريبشن بوكس في شو سميتو صندوق الوصف. غادي نخلي لكم صندوق الوصف باش تشوفوا لا غوسيت ديالو. عرفتوا راه لا علاقه مع ديال الزنقه، كيجي واعر فيه شاركوتري فيه فرماج ولا دان. المهم ترو ترو معلومه خفيفه ظريفه عليا هي انني كيعجبني في الفطور ديال الفخيت، كاين بزاف ندير في الفطور الفخيت ما عرفتش علاش هكاك يكون بيزار وما كتقولي ما فهمتش شنو كديري. ما انا جيم بيان الفخيت يكون في الفطور ما عرفتش علاش. هانتوما ها هو الفطور ديالي سهل مهل. لي بات هما هادو هاكي كيجيو. التمرات ما عنديش مع التمر بزاف غير باش نفرق الصيام، فخيت وهذا هو الكوردون بلو تنقطعو ونوريه لكم من الداخل كي داير جو والموطارد على حسب الفخيت. وهذا الشيء كاين فوف فرماج كي كيجي من الداخل عرفتو راه تحرق لنا شويه مي راه بنين بزاف بزاف بزاف. طلع عندك مدرسه ماما يلا حتى للسبت نجيو ولا ما يمشي لاكل مالك يبغى تيبسي باغتي. انا خلاص زهقت انا خلاص زهقت. انا رد بعد هاد الجبل هذا اللي صراحه ما استخدمتش هادشي كامل صراحه النص انردو وعاد نبدا نغسل المواعن الاخرين. هادشي ما كيعصبناش وما كيديرونجناش ان نغسلو المواعن عادي. غسيل المواعن كنت فكرت بواحد السؤال، هذا سؤال ثقافي كوزين، شكون البنات فيكم كيعجبها تبدا كيسالوها الاولى عاد مورا المطبخ عاد داكشي الكبير. انا كيعجبني نبدا بالكيسان هما الاولى عاد نغسل داكشي الكبير كيسان تباصل. ما عرفتش واش بوحدي ديما كنبقى نطرح هذا السؤال فراسي كنقول زعما حتى الناس يكون كيعجبهم يغسلوا الكيسان هما الاولى عاد تباصل. المهم ديما هذا السؤال ما عرفتش علاش سؤال عبيط صراحه سؤال عبيط هادشي اللي عطل خصكم تولفوا بقى باطل هادشي ما عطل هذا صاكم وهذا ما حلبت لكم البقرة ما عندي ما ندير لكم ولفوني خصكم تولفوني ما عندي ما ندير لكم هادشي ما عطل ساليت عييت والله الا عييت هاد النهار بغي معيت بزاف باغي ندوش والناس ترتاح. فوالا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم ما سخطتش بكم وعارفاكم نتوما ما سخطتوش بيا كما انا ما سخطتش بكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الا كنتو ما ابونيناش في لاشين تابوناو ما تنساوش تخليو لي جيم وكومونتير واهم حاجه ما تنساوش تجربوا لا غوسيت اللي عطيتكم ديال لي بات فريمون واعره هي والكوردون بلو احسن جوج حاجات صراحه كليت هذا النهار اصلا هادشي اللي صابت ملي فخيت مي بون زوينين بزاف فريمون بنان بزاف. لا غوسيت ديال الكوردون بلو غادي تلقاوها كما قلت لكم في لاشين ديال اختي غادي نخليها لكم في الديسكريبشن بوكس في صندوق الوصف غادي نخليها لكم في صندوق الوصف.
تدخلوا لها وزعما اللي يبغي يصاوبها وداكشي. وهادشي اللي كاين. السلام عليكم.